السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نوجدوا الريب تيجي دي صراحة زوين سهل في الطريقة ديالو، ما تيكلفش زعما شي مقادير كثيرة ولا شي حاجة، حتى الطريقة ديالو سهلة بزاف. غادي نبداو على بركة الله. غادي خصنا هنايا إطر ديال الحليب، واحد ياغورت طبيعي يعني مدانو مسوس، ساشي ديال الفاني، وجوج معالق حتى ثلاثة ديال المعالق ديال حليب غبرة. غنبداو على بركة الله، غناخدو دانون، وممكن هادشي نديرو كامل في خلاط الكهربائي يتطحن مزيان، لأني غادي نخدمو دابا غير بيدينا. معالق نتاع السكر حتى لربع ديال سنيلة. نخلطو هادشي كامل، غادي نضيفو سنيده من 3 معالق حتى ل 4 على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي حلو كاين اللي كيبغي يكون غير معتدل. هادشي غادي نضيف عليه واحد شويه نتاع الحليب باش نخلطوه. انا كنستعمل هادشي كامل ف القرعاني اللي غادي نخليها باش يروب. يعني استطعتنا اننا نديروه باي حليب، حليب ديال العبار، حليب ديال العلب. اي حليب نضيفو شويه بشويه الحليب حتى نحسو بان السكر داب لينا باش ينسجم مزيان. حنا خلطنا دابا مزيان صافي، غادي نغطيوه. انا الغطيه ديالو شي شويه كبيره، غادي ندير ليه غير السلوفان الفم ديالو. ومن بعد نديروه في شي طنجره فيها ماء سخون بزاف، شي طنجرة ولا شي كوكوط. من بعد ما نديروه في شي طنجرة ولا كوكوط فيها الماء سخون بزاف ونسدو عليه صافي، ونديروه نلويوه في شي مانطا ونحطوه في شي مكان اللي ما نحركوش فيه، ونخليوه ليلة كاملة. الصباح خليوكم معنا باش تشوفوا الصباح ان شاء الله كي غادي يصبح هذا الياغورت. هنا البنات من بعد ما دازت ليله كامله هو عقد، غادي نخشيه دابا في الثلاجه باش يشد راسو مزيان. تقريبا راه جلس شي 10 السوايع ولا اكثر، وباقي الماء سخون حيت درت عليه مانطا، والله الا الماء باقي سخون. دابا انا غادي نديرو في الثلاجه، ومن بعد منين غادي نخرجوه من الثلاجه غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. من بعد ما برد لينا الريب ديالنا انا غادي نوريكم دابا كي كيجي الشكل ديالو النهائي. هانتوما البنات كيجي عاقد وثقيل دانون، شتو كيجي ثقيل رايب.
عاقد على هذا الشكل هذا.